شهد المؤتمر الأول لشباب محامين الصعيد والذي عقد على مدار يومين بمدينة الغردقة بحضور ورعاية النقيب العام حضور قوي من نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالصعيد. وعلى هامش المؤتمر قامت كاميرا موقع نقابة المحامين بعقد عدد من اللقاءات مع النقباء وأعضاء المجالس الذين ثمنوا موقف مجلس النقابة العامة الداعم لشباب المحامين، مؤكدين أهمية التواصل مع الشباب والاستماع لمشكلاتهم ومقترحاتهم في سبيل رفع شأن مهنة المحاماة. أنا برحب بكل الشباب محامي صعيد مصر بمدينة الغردقة، وطبعا ده المؤتمر الأول لشباب محامي صعيد مصر، كان بدعم وتوجيهات من سيادة النقيب الأستاذ سامي عاشور نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب. بمجرد ما أن عرضت الفكرة على سيادته حتى تبناها، وسيادة النقيب دائما وأبدا داعم لكل قضايا الشباب. طبعا اللقاء سيكون لقاء يعني ودي للغاية، لقاء الأب بأبنائه. سيادة النقيب طبعا أكيد كلنا في شوق لسماعه مجددا. استمعنا لخطابه الرائع في افتتاح المؤتمر العام للمحامين بمدينة غردقة في شهر سبتمبر الفائت، والنهاردة بإذن الله في انتظار الجديد ما طرأ في النقابة العامة من أمور نقابية والأمور برضو المطروحة على الساحة وكل ما يهم من الحديث شأن المحامين أكيد سيادة النقيب حيتناوله. طبعا احنا كلينا شرف استضافة المؤتمر الفائت، وأيضا لينا الشرف ان احنا هنستضيف المؤتمر القادم بإذن الله. هو المؤتمر أصلا معمول لدعم شباب الصعيد، ودي أول تجربة لي وأول مؤتمر يتم في البحر الأحمر في الغردقة، وهي الحاضنة لهذا المؤتمر على أساس أن هي نواة لمؤتمرات أخرى إن شاء الله مجمعة على جمهورية مصر العربية، ولكن لابد من الاختلاط بالشباب والتواصل معهم وبحث مشاكلهم وسماعهم، لأن أصبح النقابة العامة هي الشباب ده القلب النابض للنقابة المحامين، فأصبح محتم حاليا أن احنا لازم يبقى فيه التواصل معهم، وخاصة ان نقابة المحامين يمكن 60-70% شباب كلهم، فالنقيب العام قرر ان هو يتواصل معهم مباشرة بحث مشاكلهم سماحهم. والله عشان يمكن نقابة المحامين بتحب المحامين جدا يعني، وبترحب بيهم وبتعتبرهم ضيوف عليهم، واحنا بنسخر كل جهدنا وامكانياتنا لراحتهم قدر المستطاع. طبعا يعني قدر المستطاع، خاصة نقابة المحامين يعني نقابة برضك يعني لسه نشأة جديدة 2010، فيعني كويس اللي هي بتقدر تعمل كده. طبعا أنا برحب بيكم، وهي مبادرة جميلة الحقيقة من النقيب العام إنه يعمل ملتقى الشباب تحت مسمى مؤتمر الشباب لجنوب الصعيد أو الصعيد عموما، بدأ من بني سويف وأسوان، لكي نعرف مشاكل الشباب المحامين ومحاولة حل هذه المشاكل على أرض الواقع، ومناقشة الشباب المحامين لعرض مشاكلهم وهمومهم، وهي أنا بعتبر أنها من المبادرات الجيدة والطيبة، سيما أن جيل الشباب بالنسبة للسادة المحامين يمثل أكثر من 60 أو 65% حاليا من إجمالي عدد المحامين، وأنا يعني سعيد جدا جدا بهذه المبادرة، واليوم بنلتقي لكي نسمع كلمة السيد النقيب ثم نرى مشاكل الشباب وكيفية حلولها على أرض الواقع إن شاء الله. أنا أعتقد أنها لمح الذكاء من النقيب، ذلك أنه عندما يخصص الصعيد بدءا من بني سويف وانتهاء بأسوان، فهو يجبر أيضا محامين الصعيد على المشاركة الفعلية والوجدانية، لأن لو كان مؤتمر شباب فقط على مستوى الجمهورية في مكان واحد ربما يصعب على الوضع على البعض انه يجي في هذا المكان، لكن يخصص للصعيد وفي الغوداء في السنتر، فاعتقد انها مبادرة طيبة وبالفعل انتجت اصلا في ان عدد المشاركين في المؤتمر عدد كبير جدا. المبادرة اللي بدر السيد النقيب مبادرة جميلة جدا، وخاصة بدأ بملتقى شباب المحامين. سيد النقيب كون نلتقي بملتقى شباب محامين اللي هم احنا بنعتبرهم اساس كل شيء في نقابة المحامين. النقابة بتبني على الشباب، لما يكون الشباب بيبقى في تواصل بينهم وبين السيد النقيب العام والسادة الأعضاء وجميع المحامين بيبقى حاجة طيبة جدا، هم بيحسوا بكيان، وخاصة بعد الأحداث اللي حصلت في نقابة المحامين اللي يعتبر أحداث تاريخية وهو موضوع تنقية الجداول. النهاردة المحامي الشاب بيحس بقيمته لما يحس أن سيادة النقيب العام عايز يلتقي به وعمل له قيمة ويبدأ بيعمل له ملتقى خاص به هو باسمه هو، بيحس نفسه حاجة كبيرة جدا. وحاسس ان احنا شبابنا حاليا المتواجدين في نقابه المحامين هم لهم حاسين بكرامه المهنه وحاسين باصول هذه المهنه. هم
هم الصعيد هم الصعيد بيعشقوا حاجه اسمها النقيب سامي عاشور، سواء التقى بهم ام لم يلتقي، فهم بيعشقوا حاجه اسمها سامي عاشور لانه هو مثلهم الاعلى وهو القدوه بالنسبه لهم، وهو بالنسبه لهم الرمز اللي ما يقدرش حد يجي ناحيته خالص ايا كانت الموضوع. فسامي عاشور ده بالنسبه لنا رمز ما فيش حد يقدر يجي ناحيته، بالنسبة لنا رمز بيمثلنا، بالنسبه لنا رمز صاحب عزه وكرامه. في عايزين نقول سنه جديده ان احنا نعمل مؤتمر لشباب المحامين في الصعيد، ودي خطوة تقدمية علشان نتلاقى مع بعض ونتعارف ونتبادل الأفكار. احنا طبعا سعداء بإنهاء مبنى الإداري بنقابة المنيا اللي هو بيتكون من بدروم أرضي وست أدوار عليا، واحنا عاملينه بالنظام الاستثماري وبعضه لاستخدام النقابة الفرعية بالمنيا، بالاضافه لنادي المحامين في المنيا الجديده ده على مساحه 6000 متر جاري الاعداد للبدء فيه بصوره ايضا استثماريه وتخدم المحامين بالمنيا. الحقيقه طبعا دي خطوه جديده لان قد تكون الخدمات في الصعيد اقل من الوجه البحري من النواحي الصحيه ومن النواحي الثقافيه نفسها، ودي خطوة جديدة علشان خاطر الشباب يقول اللي عنده ويطلع اللي جواه ويبقى فيه لقاء مفتوح بينه وبين النقيب دون أي فواصل. هو هذا المؤتمر ينعقد في إطار دعم النقابة العامة والنقابات الفرعية لشباب المحامين، لأنه من المعلوم ولا يخفى على أحد أن شباب المحامين النهاردة هم عصب نقابة المحامين، وهم العدد الغالب في نقابة المحامين، وهم اللي بتنظر عليهم المحامين وبتعلق عليهم النقابة آمال كثيرة، فلا بد من دعم الشباب والاستماع إليهم وإلى أفكارهم، ولأنه احنا في الوقت اللي احنا فيه حاليا يجب أن يوسع المجال أو يوسع المجال للقيادات من الشباب حتى يتسلموا الراية ويشاركوا في العمل النقابي بما يعود بالنفع على زملائهم من الشباب، فهم أدرى بمشاكل المحامين حيث أنهم أو غالبية شباب المحامين هم المنخرطين في العمل داخل المحاكم وفي العمل اليوم. والله دعم النقيب والنقابة العامة للشباب لا يخفى على أحد، إحنا كان دعم النقيب للشباب في عدة محاور، منها محاور كثيرة على سبيل المثال التعاقد مع أو الاتفاق مع وزارة الإسكان على تخصيص نسبة معينة من شقق السكنية من إسكان الشباب لشباب المحامين، وتم تخصيص أكثر من 10,000 وحدة سكنية على مستوى الجمهورية. في دعم شباب للمحامين من خلال الكتب القانونية التي تقوم النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بتوزيعها أو بطباعتها وبيعها بأسعار مخفضة على السادة المحامين. دعم الشباب من خلال الأنشطة المختلفة الأنشطة الكثيرة، الاستماع إلى الشباب إلى مشاكل الشباب، العمل على تحفيز الشباب في كافة مجالات العمل النقابي. يعني جميع الإمكانيات اللي بتطلبها بتنفذ من قبل النقيب على التو واللحظة. النقيب لن يبخل بأي شيء من نقابات الصعيد طبعا، وإحنا الصعايدة يعني ماخدين حقنا في كل الأمور، فأي مقولة أي مقولة بتعمل زعزعة، وهذه الزعزعة مكذوبة ألف ألف مرة. والله انا شايف انه ده تحول نوعي في طريقه عمل النقابه على راسها سعاده النقيب العام الاستاذ سامي عاشور، في انه يعيد النظر الى قضايا المحامين او قضايا شباب المحامين. قضايا شباب المحامين كانت مؤجله لفترات طويله، احنا عملنا حاله تطهير لجداول نقابه المحامين، صد عدوان زي ما عمل النقيب النهارده ما قال في كلمته الافتتاحيه في المؤتمر. الباقي هو فكرة الكيف ان احنا يعني نعيد صياغة مشروع المحامين بالتحاور المباشر مع شباب المحامين لنقلهم من مرحلة عدم الاشتراك والاشتباك مع قضايا النقابة الى التعامل مع قضايا النقابة بشكل اكثر من ده. كمان باقي علينا واجب انه نثقل ونثقف شباب المحامين عشان نبقى عندنا جيل قادر على مواجهة القضايا الوطنية وقضايا نقابة المحامين والأصل في العمل المهني فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق. احنا أولا بنرحب بالسيد النقيب وبنقف خلف النقيب في دعمه لشباب محامين جمهورية مصر العربية وخاصة محامين الصعيد وبالأخص كمان محامين الأقصر.
لأنه واقف وقفة معانا ومع شباب محامين الأقصر، يعني وقفة كبيرة، وربنا يوفقه وإن شاء الله بننتظر منه أكتر وأكتر وأكتر. دعم المحامين الصعيد ودعم شباب محامين الصعيد باين في المؤتمر، باين في دعوة النقيب لشباب محامين الصعيد لحضور هذا المؤتمر، وباين في كلمته، وان الاهتمام دلوقتي واتجاه الدولة واتجاه النقابة واتجاه السيد النقيب العام للشباب، وبيدعم الشباب الحقيقة. يعني انا شفت الكلام دواتي بعيني انه بيدعم الشباب بكل قوته، سواء في القاهرة، في الجيزة، في الصعيد، في الدلتا، في اسكندرية، في بحر، في ابلي، مش بخلان عليهم بحاجة، وبنقول للشباب انتم رجال اليوم ورجال الغد، هلموا يا شباب المحامين والتفوا حول نقيبكم وأعضاء مجلس نقاباتكم. النقابة هتكون قوية جدا بيكم إن شاء الله.